هذه اللي عمرها تحشمني معاكم، بدون دقيق ابيض ولا سميد ولا كوك ولا زبده، مشقه ومعلكه بخليط واحد بثلاثه النكهات مع الشرح الكافي لطريقه الطهي، وهي الاهم وناجحه من اول تجربه باذن الله. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير، والله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم من التشجيع فقط وبالبارطاج، علاش لا، باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا جرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. واول حاجه كنحتاج هنايا القصريه او الطبسي اللي غنزيد فيه المكونات. عندي هنايا زوج حبات من البيض من الحجم المتوسط، عندي هنايا كاس الا ربع من السكر الخشن اي سنيده، يعني بالعبار تقريبا واحد 80 غرام ديال السكر. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا خديت الفوي، ما بغيتش نخلط يديا من البدايه لانني باقا غادي نرفد المكونات الاخرى، لهذا استعملت الفوي. نتوما ممكن تخدموا غير بيديكم. كنطرب البيض وسنيده هو الاول، عاد كنضيف كاس من الزيت اي 200 مليلتر ديال الزيت من عبر كاس ديال العنبه. عندي هنايا جوج معالق كبار مملوئين جيدا من مربى المشمش، مربى ديال الحلويات داك اللي تيكون مطحون يعني ما فيهش طريط فات. كذلك كنحتاج هنايا واحد ياغورت من وزن 110 غرام، اي ياغورت ديال الفاني او نكهه الموز، غير يكون عاقد ما يكونش ياغورت كريمي. كذلك كنبقى نخلط سواء بيديا او بالخلاط، انا هنايا خدمت بالخلاط كيف ما قلت لكم حيت باقا كنرفد المكونات بيديا، ما بغيتش نجعفنهم بهذه العباره من البدايه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنستعمل هنايا دقيق الفينو، ما كنديرش له الاشهار نهائيا، استعملت هنايا الفينو ديال برو مزيه، هذا النوعيه راه باقا جديده ولكن راها كتجي رائعه جدا في الحلويات. كندير هنايا زوج خمارات من فئه 8 غرام. وبالنسبه للكميه ديال دقيق الفينو او دقيق الصلب او طحين سبيسيال، كل واحد واش كيسميه او كاين اللي كيسميه السميد الرقيق، هو راه ماشي سميده نهائيا، هو دقيق الفينو، يعني غير يقولوا الفينو راه معروف بالنسبه، انا كنشرح غير الدول المجاوره اللي ما كيعرفوش دقيق الفينو. كيف ما كتشاهدوا معايا بالنسبه لدقيق الفينو كنبقاو نديروه بالتدريج، ما كنديروش الكميه اللي غادي نعطيكم حاليا يعني كلها دفعه واحده، على حسب الحجم ديال البيضه اللي درتو. وكيف ما كنعرفوا دقيق الفينو غير كنجمعوه، يعني ما نحتاجوش نبقاو نعجنوا فيه، غير كنجمعوه بحال كنصيبوا شي حرشه تماما. بالنسبه للكميه اللي كفاتني انا في هاد المكونات وهاد المقادير، ربع عاد الكيسان من عبر كاس ديال العنبه اي 400 غرام. نتوما غادي توجدوا 500 غرام ديال دقيق الفينو وغتبقاو تضيفوه بالتدريج، ممكن تكفيكم 500 غرام كلها، ممكن تكفيكم 400 غرام، نتوما غادي تعتمدوا على القوام ديال العجين او ديال هذا الخليط كيف ما غادي يظهر لكم في الصوره تماما، ما تزعموش عليه كله دفعه واحده، كتبقاو تضيفوا كاس بكاس وانتم كتجمعوا العجين حتى كتحصلوا على هذا القوام هذا، كتكون خفيفه وكتلتصق ما بين اليدين، ولكن ملي كنجمعوها ما كتسيحش، يعني ملي كنشكلوا هكا كويرات ما كتسيحش لينا، يعني ما كتدلعش، كتبقى واقفه قابطه راسها وفي نفس الوقت خفيفه، يعني في نفس الوقت كتلتصق شويه ما بين اليدين. كنقسمها لثلاثه الاقسام بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا النكهات، ولا ما بغيتوش ديروا النكهات غتخليوها كما هي، غتزيدوا لها غير نكهه الفاني او قشور ديال الحامض، وغنخلي لكم رابط في صندوق الوصف سبق ليا ودرجتها معكم يعني بدون نكهات. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا معلقه صغيره مملوءه جيدا من نكهه فرومبواز او الفريز، لكم الاختيار. هاد النكهات راه كيديروا غير 5 ديال الدراهم، تعطيونا اللون والنكهه كذلك في نفس الوقت. كذلك كناخذ هنايا نكهه البيستاش، كيف ما كتشاهدوا معايا ما نعجنوش، يعني غير كنحاول ندخل هاد النكهه مزيان غير بالاصبع ديالي، كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول غير ندخل فقط. وكيف ما كتشاهدوا العجين ديالنا راه تيكون خفيف شيئا ما كيلتصق، ولكن ملي كنحطوا الكتله كيف ما كتشاهدوا معايا ما كتسيحش، الا زحت لكم راكم مازال غادي تحتاجوا شويه ديال الفينو اي شويه ديال الدقيق
ديال الفينو. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا النكهه الثالثه وهي نكهه الحامض او نكهه البرتقال، لكم الاختيار. درت هنايا انا نكهه ديال الحامض كتعطينا اللون والنكهه كذلك. كيف ما كتشاهدوا معايا يعني بخليط واحد كنديروا ثلاثه النكهات، وحده تنسيك في الثانيه، والمقادير والمكونات ان شاء الله يكونوا متوفرين في كل بيت. نمروا الان المرحله ديال التشكيل ديال الغريبه ديالنا، هذه راه غريبه ديال الفينو، والمرحله ديال التزيين ديالها اكيد كنفندوها او كنغبروها في سكر كلاسي، اي سكر ثقيل او السكر الناعم. كنحاول نبسط لجميع الدول اللي كيشاهدوني وكنوجه لهم تحيه. بالنسبة للسكر ثقيل أو السكر كلاسي إلا بغيتو نوعية جيدة ويكون سبيسيال بدون شك، غتاخدوه من سوبر مارشي ديال بيم كيدير 6 ديال الدراهم، أنا ما كنديرلوش إشهار. وإلا توفر عندكم السكر الثقيل يعني العادي، غتاخدو سكر كلاسي أي سكر ثقيل العادي، في كل 250 غرام ديال السكر كنديرو 50 غرام أو 100 غرام ديال دقيق النشا أي دقيق الذرة، كنخلطوهم مزيان مزيان. في كل ربعة ديال سكر كلاسي كنحتاجو 100 غرام أو 50 غرام ديال النشا، كنخلطوهم مزيان باش كنحيدو الشك بأنه هذا سكر كلاسي نوعية، يعني كنشبهوه بالنوعية الجيدة. كيف ما كتشاهدوا معايا كنشكل هنايا كويورات على هذا الحجم، هذا تقريبا فيهم واحد ما بين 11 حتى 12 غرام، راه كيتضاعف الحجم ديالهم. عاوتاني نزيد نشرح لكم، منين كنشكلوهم نتيستيو شي حبه، نشكلوها ونحطوها جانبا بلا ما نفندوها ونشوفوها واش غتبقى واقفه او غتسيح لينا، يعني بحال اللي كتضاعف الحجم ديالها بحال اللي كتفيض لينا فوق سطح العمل. الا شفتوها ساحت راه الخليط ديالكم باقي ناقصو شويه ديال الفينو، غادي ديروا غير على حسب. كيف ما كتشاهدوا معايا كنفندها مزيان مزيان بحال اللي كنحاول نغبرها كلها هي، والفران ديالي درتو يسخن على درجه حراره 200 درجه، يعني النار تكون مرتفعه يكون سخون مزيان مزيان. من بعد كناخذ هنا اللاطه ديالي، وضروري ما نفرشوا ليها البابي كويسون، لان السكر الثقيل او السكر كلاسي ملي كيطيب غير لصق لينا الحلوه في اللاطه. كنفرشوا البابي كويسون كنستفوها وكنبعدوا بيناتهم واحد شويه، كيف ما قلت لكم راه كيتضاعف الحجم ديالها واحد شويش. كيف ما كتشاهدوا معايا غنمرر معاكم الان المرحله المهمه والاهم في الوصفه كلها. المقادير راه حنا خديناهم وضبطناهم، ولكن المرحله ديال الطهي هي الاهم. قلت لكم الفران ديالنا درناه يسخن على درجه حراره 200، ما بين 180 حتى 200 درجه، نكونوا كنسخناه من قبل. انا فاش بديت يلاه كنوجد الوصفه شعلت الفران ديالي وخليته كيسخن مزيان مزيان. كناخذوا اللاطه ديالنا وكنوضعوها في الرف الاسفل وكنشعلوا عليها من الاعلى، يعني كطيب من الاعلى على نار مهيله شميعه، ونتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح، ونكون شرحت بالتمام والكمال. كيف ما كتشاهدوا معايا كنخليوها تقريبا واحد أربعة ديال الدقائق حتى كتشقق لينا، ما نبقاوش حل سد، راه بحال الكيكه ملي تنبقاو حل سد راه كتوقف لينا على التشقاق. نحسبوا ليها 4 ديال الدقائق على نار تكون مهيله مقتوله حتى الصفر، كيف ما شاهدتوا قدامكم في الصوره ديال لا فيديو. كنخليوها 4 ديال الدقائق، من بعد كنرفدوا اللاطه ديالنا وكنردوها للرف الفوقاني. الفوقاني راه طافي والتحتاني راه شاعل الشميعه، كذلك كنخليوها تقريبا ما بين 2 حتى 3 ديال الدقائق، يعني في المجموع ديال الطهي ديالها ما كنفوتوش فيها ما بين 7 حتى 8 ديال الدقائق، كتكون المعلكه ديالنا طايبه حاضره ناضره، ما نفوتوش فيها الطياب وما نجهدوش عليها النار باش ما تجيناش ناشفه ويابسه. يعني ملي كنخرجوها من الفران راه ما نقدروش نقيسوها، كتكون باقا رطيبه، كيجيب لكم الله بحال اللي راه باقي خاصها طياب، ولكن ملي كتبرد راه كتجمع وكتبقى يعني في القوام ديالها المثالي. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجينا مشققه ومفقعه، وهذا هو اللون اللي خصنا نحصلوا عليه ملي كدوز تقريبا واحد 2 دقائق، يعني ملي كنردوها للرف الاعلى. نتمنى تطبقوها بكل حذافير ديالها باش تنجح معاكم اكيد. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي كلها مفقعه ومشققه والمذاق ديالها يا سلام.
كل نكهه تنسيكم في نكهه. وغنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله ديال لا فيديو اللي درتها بدون نكهات. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش فين كاين الرابط، راه كتضغطوا غير على العنوان، العنوان اللي كاين في لا فيديو، وكيطلع لكم الرابط اللي تيكونوا فيه المقادير وتيكونوا فيه الروابط كيكونوا مكتوبين بالازرق ديال الوصفات اللي كندرجوهم معاهم. كتضغطوا عليهم وهانتوما يعني كتدخلوا مباشره الفيديو اللي بغيتو. كيف ما كتشاهدوا معايا، بعد ما خليتها حتى بردات ودرناها في الطبق ديال التقديم، كتجينا معلكه وهشيشه وكتذوب في الفم ذوبان. غير جربيها سيداتي والله ما تندمي عليها، كتجي من اروع ومن الد ما غتجربي في الغريبات. غير ما تنساوناش الله يجازيكم بخير من لي لايكات ديالكم من لي التشجيع وبالبارطاج، علاش لا، باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة الصورية مع السهل والسريع والناجح في شهادات ديالكم أكيد. وإلى اللقاء.